احمد الثيري في منتصف الملعب، تغيير اتجاه اللعب من جانب طلال العامر، ابراهيم اكيتا الى نواف المطيري في منتصف الملعب، تغيير اتجاه اللعب عادت لعامر المعتوق، لمسه ملعوبه، نقلات قد سويه، تمريره ملعوبه في الامام من جانب اللاعب عامر المعتوق، صالح الشيخ، احمد الثيري، ابراهيم اكيتا، مساعد ندى، مساعد تقدم في الامام من جانب مساعد في منتصف الملعب الى صالح الشيخ، وكره ملعوبه، نقلات بصوره ممتازه ممتازه نجدها الان، كره ملعوبه الى عمر السومه، عمر السومه لو سدد خطير، لو وجد مساحه تسديد خطيره وتستخلص بعد ذلك وتعود لعامر المعتوق الى احمد الفيري، نقلات رائعه وانسجاميه ممتازه من الفريق القدساوي. ابراهيم اكيتا يلعب الكره في العمق امامنا سيف الحشان، نبسه في الامام الى فيري، فيري يلعب الكره امامنا والبحث هنا عن تمريره من جانب، يا حبيبي علشان تسديده، الله 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 على لعبه ما اروعها ما اجملها، تكتمل السيمفونيه القدساويه، تكتمل في المرمى للعبه ما اروعها ما اجملها، تدوم في المرمى وتصمت مدرجات ملعب المباراه، ويا دوب ظهر الحس القدساوي للرابطه القدساويه، يا دوب ظهر الحس القدساوي للظاهره بهذا من اجمل ما يكون، سيبقى خالدا في ذكرى بطوله الاتحاد الاسيوي يا صالح يا شيخ، ولكن خليك من لعبه صالح يا شيخ، ويا جماعه شوفوا تمريره سيف الحشان، تمريره سيف الحشان هذه اسمها هدف الا ربع التمريره، من اجمل ما يكون، تمريره من اجمل ما يكون، لقطه جميله 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 من جانب الحشان، لعبه عدت من كم نقله؟ من قرابه العشر نقلات واكثر من ذلك، يا حبيبي على التمريره، يا حبيبي على التمريره، قال له في اللقطه الماضيه خلصنا يا صالح الشيخ، عمل كل اللي عليه سيف الحشان، عمل كل اللي عليه سيف الحشان، وشوف صالح الشيخ جاي من وين ونظره للمرمى.